فعلى بركة الله تنطلق ندوة الميثاق الوطني تحت عنوان الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي. فلا يخفى على الجميع ما سببته الطائفية المفروضة على شعبنا من ويلات وما ترتب عليها من نتائج شوهت الصورة الحقيقية لمكونات هذا البلد والتي تمتد جذورها إلى آلاف السنين، حيث كانوا منارا للعلم والرقي الإنساني ونموذجا للتآخي يقتدى به. ومن هنا أيها الأخوة يسعى القائمون على هذه الندوة إلى تعزيز بناء المجتمع العراقي والتصدي للآثار الكارثية التي نتجت عن الطائفية وعلى جميع المستويات، وإعادة رسم المشتركات الكبيرة بين أبناء الشعب، والعمل على بلورة منهجية راسخة في رفع الآثار الناتجة عن هذا السلوك الطائفي الدخيل على مجتمعنا، والتي سعت جهات دولية وإقليمية على زرعها داخل المجتمع العراقي وبشتى الطرق والوسائل. وكان الهدف هو إضعاف وحدة هذا الشعب ودفعه نحو الحروب الأهلية والاقتتال لا سامح الله. ومن هنا أيها الأخوة ندعو جميع الفعاليات المجتمعية والقوى الوطنية الرافضة لهذا السلوك لتبذل كل طاقاتها لمواجهة هذا التحدي الخطير والعمل على إظهار الصورة الحقيقية لمكونات هذا البلد، كما لا ينبغي التغاضي والسماح لتجار الطائفية من المضي في مشروعهم التخريبي تحت أي ذريعة. فمشتركات التعايش بين أبناء الشعب بمكوناته كثيرة، سواء كانت عشائرية حيث يجتمع في العشيرة الواحدة عدة مذاهب ومكونات، أو على مستوى المصير المشترك. والآن يتفضل الدكتور يحيى سنبل لاستكمال فقرات هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة ممثلي المكونات العراقية المحترمين، الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم وأشكر لكم تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة المهمة التي نسعى من خلالها لتعزيز الأخوة واللحمة الوطنية بين أبناء شعبنا على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وإثنياتهم. السادة والسيدات، تنعقد ندوتنا في ظل ظروف بالغة التعقيد بما وصل إليه المشهد السياسي العراقي بسبب فقدان القرار السيادي ووقوعه تحت تأثيرات خارجية، وفي الوقت الذي تتعرض فيه أربيل العزيزة لهجمة ظالمة تحت حجج ومزاعم كاذبة، وما تطلقه الميليشيات المنفلتة من تهديدات وقحة وتكيل التهم الباطلة لتعطي لنفسها المبررات لاستهداف كردستان وشعبها الكريم. وكان من بين تلك الاتهامات الكاذبة في بيان ما تسمى المقاومة المعروفة بتوجهاتها الطائفية ضد إقليم كردستان بتمزيق وحدة الشعب العراقي، لينطبق عليهم المثل العربي رمتني بدائها وانسلت. وقد تناسوا أفعالهم الطائفية البغيضة، فجرف الصخر وعزيز بلد وغيرها من المدن العراقية التي تحتلها الميليشيات شاهدة على تمزيق وحدة الشعب، وما زال أهلها مهجرون، فأكثر من مليون مهجر هم اليوم ومنذ سنوات في مخيمات النزوح. فكردستان اليوم تمثل الصورة المشرقة بإيواء كل من لجأ إليها رغم ضعف الموارد والإمكانيات، لتعبر بالفعل وليس بالأقوال بأنها أرض التعايش السلمي وواحة الأمن والأمان. الأخوة والأخوات، عاش العراقيون آلافاً من السنين على أرض وادي الرافدين، وبنوا حضاراتهم وأشادوا دولهم
فكل ما في العراق اليوم من قوميات وأديان إنما يرمز إلى تأريخ عريق وعميق لأمة قامت على أرض النهرين الخالدين، فكان العراق. والعراق بمعناه اللغوي الجذر الضارب في عمق الأرض. والعراق اليوم بوجودكم الدلالة والشاهد على تأريخه العظيم الضارب في أعماق الزمن، بل من العراق بدأت الحياة. وكان النسيج الاجتماعي بكل موروثاته لوحة تشكيلية رائعة تدل على شعب تتلاحم في طبيعة مكوناته الوطنية، معاني الرفعة وأواصر المودة والأخوة الوثيقة والوفاء لبعضها البعض. وقد تعرض هذا النسيج الاجتماعي إلى غدر وتآمر على مر العصور، وعبثت أيادي خبيثة للنيل منه محاولة تمزيقه تحت ادعاءات باطلة وفاسدة، معبرة عن حقد ونفوس مأزومة في تبعيتها لقوى تسعى لبسط نفوذها لتركيع هذا الشعب. وما إن تدور الحياة ويتنبه العراقيون تتضح الصورة جلية للعيان بأن هذه الأيادي المجرمة إنما سعت لتحقيق أجندات شريرة، وقد وجدت من أصحاب النفوس الضعيفة والهزيلة من يساندها لتحقيق أغراضها على حساب الوحدة الوطنية السامية. فعندما تسقط الأقنعة وتنكشف المؤامرة يعود شعبنا أكثر تلاحماً وأخوةً بعد إن عبر إلى مرافئ الأمان بعيداً عن السقوط في براثن الأشرار ومخططاتهم. وعندما تتعرض وحدتنا وأخوتنا إلى أي هزة أو اتهامات باطلة فإننا نرد بشكل عملي وفعل واضح بما يعزز مسيرة تعايشنا السلمي واستمرارها. أيها الإخوة والأخوات، إن التفاعل من خلال المشتركات بين أطياف المجتمع المتنوع يعتبر إحدى أهم المفاهيم الرئيسية للتعايش السلمي، وضرورة مطلقة في علاقات الأخوة الإنسانية. فالتعايش هو القبول بين الأطراف المكونة للنسيج المجتمعي بما تمتلكه من روابط ووشائج تمتد لآلاف السنين. وإن الوطن هو المقدس الذي يجمعهم ويمتازون بهويته ويسعون لتشييد صرح حضارته، فيكون للعيش المشترك قيمة إنسانية عليا. وإن البديل للتعايش السلمي هو الإلغاء والإقصاء ومحاولة الاستئثار بحقوق الشركاء في الوطن ومصادرة حرياتهم وغياب العدالة وبث خطابات الكراهية والحقد على أسس طائفية، مما يؤدي بالانحدار بالوطن نحو التخلف والضياع، مما يهدد اللحمة الوطنية ونسيجها المجتمعي فتصبح البلاد في مهب الرياح. الأخوة والأخوات، إن بناء نظام سياسي على أسس طائفية هو الممهد الأكبر للهوية الوطنية. فالطائفية مرض عضال يعمل على هدم الأركان البنيوية للمجتمع من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والدينية والإثنية، وتكون الدولة ضعيفة أمام التصدي لها، خاصة إذا تم اختراق أجهزة الدولة بعناصر تملك السلاح ولا تخضع للقانون. ولن تجد الطائفية أرضاً خصبة لتبذر بذور الفتنة وتترعرع إلا في ظل أحزاب نشأت على أسس دينية ومذهبية، لتتذرع بأوهام حماية الدين والمذهب لتحقيق أجندة مدعومة بأيدي غادرة وخبيثة خارجية تسعى للسيطرة على مقدرات البلاد. إننا نضع الخطوات الأولى أيها الإخوة والأخوات في هذه الندوة المباركة
لنعزز الثقة المطلقة بين كل مكونات مجتمعنا. فالعراق للعراقيين بكل أديانهم ومذاهبهم وطوائفهم وقومياتهم، والعمل على توحيد كلمة المكونات العراقية وبلورة مواقفها من أجل إعادة اللحمة الوطنية إلى كل أبناء العراق، وعلى إعادة حقوق العراقيين من المتضررين جراء أي قرارات جائرة وفق قواعد القانون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، ورفض كل أشكال العنف والإجرام والإرهاب ضد العراقيين خارجياً كان أم داخلياً، ووضع الآليات الصحيحة للحد منه، وصيانة سيادة العراق ووحدته، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي وصرحه الحضاري وتراثه الإنساني، والتأكيد على كل الحقوق الثقافية والقومية والدينية لكل أبناء شعبنا بدون استثناء، وضمانها بموجب قواعد ونصوص دستورية وقانونية تكفل ذلك، واحترام حقوق الفرد وحرياته الرئيسية الأساسية ومعتقداته الدينية، والتأكيد على تطبيق القواعد التي تكفلها كفالة حقيقية، واستثمار طاقات أبناء الشعب كافة في إعادة بناء الدولة وهياكلها ومرافقها ومؤسساتها، والعمل بجد حقيقي ونوايا حسنة لإغلاق مراكز النازحين وإعادتهم إلى مدنهم معززين مكرمين، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإصدار عفو عام بذلك. هذه كلها من متطلبات العدالة الاجتماعية، وللأسف هي غائبة اليوم في العراق. ولعل ندوتنا هذه في التعايش السلمي ونبذ الإرهاب والطائفية هي إسهام من الميثاق الوطني العراقي، وبحضوركم ووجودكم في إعادة اللحمة المجتمعية ووحدة الكلمة لجميع مكونات الشعب العراقي. وفي الختام أكرر شكري وتقديري لحضوركم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة مجلس شيوخ عشائر كردستان، يتفضل الشيخ فيصل محمد بإلقائها. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل حسب مقامه ومنصبه وعنوانه. الطائفية في ذاتها نزعات بين فئات وطوائف قائمة على أسس دينية أو مذهبية أو عرقية أو لغوية، وتبنى الطائفية على الاختلاف في الرأي والتعصب المستبد للرأي. إنها ترفض التعايش مع الآخر وتهدف إلى إقصائه أو تهميشه، وهي لا تصل إلى المشاركة العادلة، وإنما تمارس الاستحواذ على كل شيء، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق، وهي لهذه وليدة ظروف مجتمعية جاءت نتيجة رد فعل من مظلوم اتجاه الظالم. والمظلوم عادة يعاني من التمييز أو التي لا تتمكن من الحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية. والإقصاء الثقافي والطائفية عنصر هدم وتخريب لكل الانتماءات لأجل مصلحة انتمائه الطبقي، وهو يقود بمحصلة لا تفتيت بنية المجتمعات ويقضي على مبادئ الوحدة الإنسانية. ونحن كمجلس العام لشيوخ العشائر في إقليم كردستان، مشاركتنا في هذا المؤتمر الكبير في عنواني من خلال المسؤولية الأخلاقية والشعور الوطني الذي تسعى دائماً إلى تحقيق أهداف قيم المواطنة والجوار والرأي والاعتراف بالآخر. ومن أهم واجبات وأهداف المجلس العام لشيوخ العشائر في إقليم كردستان هو نبذ الفرقة بين جميع مكونات الشعب العراقي وإصلاح ذات البين وإدارة الخلاف بوسائل سلمية في ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون. وتعتبر أربيل رمز التعايش السلمي المشتمل، إذ تؤكد قيادة وحكومة كردستان سعيها المتواصل لتعزيز قيم التعايش السلمي والتسامح الاجتماعي بين مكونات الشعب، إذ أصدر قانون رقم 5 لسنة 2015 المعروف بقانون حماية حقوق المكونات في كردستان العراق،
والذي يصون حقوق المكونات جميعا من الترجمان والبلدان والاشور والارمن والصابئه والمدائيه والكاكائيه والشبك والفيليين وغيرها من مكونات كردستان، وان القياده الرشيده في اقليم كردستان اعطت اولويه قصوى للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والديني من افراد المجتمع. وفي الختام تشكر المجلس العام للشيوخ العشائر في اقليم كردستان كل الذي ساهم في انعقاد هذا المؤتمر، والله الموفق. المجلس العام للشيوخ العشائر في اقليم كردستان. شكرا جزيلا. السلام عليكم السادة المجتمعين، طابت اوقاتكم. شكرا للهيئة المنظمة لهذا التجمع الكريم. حقيقة كان موفق هذا الاختيار بالمؤاخاة بين الإرهاب والطائفية، لأنهما مساران كلاهما من الآخر. أنا أشكر جماعة أفاضوا في الإيضاحات والسادة المعلقين، لكن أريد أقدم أريد أجذب الانتباه إلى موضوع مهم، وهو ما يشاع من أن الإرهاب حصل في العراق ثم في المنطقة نتيجة التنوع أو الاختلاف بين المكونات. ومثل ما أشار الأخ أعتقد ممثل الإخوة التركمان، أن التنوع هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف. احنا عشنا انا عشت مراحل مختلفة من تاريخ العراق الحديث، واعتقد معظمكم عاشوا اكثر مني وتعرفون الالفة التي عاشها الشعب العراقي والتي ادت الى بناء العراق اللي انتم تعرفون تأثيره ومكانته على المستوى العربي، على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. الإرهاب يا أخوان هو موضوع مخطط له ومدروس، والطائفية هي آخر خط استخدمته القوى المعادية للعراق ولمكانة العراق في المنطقة، بعد أن كلت من محاولاتها لتفتيت المجتمع العراقي وإضعاف تأثيرها في المنطقة وفي المجتمع العربي والمجتمع الدولي. أنا كمثال بسيط ولا أريد أن أطيل وأخذ أكثر من الوقت المخصص، أنا من مدينة حديثة أعالي الفرات في المنطقة الغربية الأنبار، عشت بداية حياتي الدراسية إلى الإعدادية هناك. أنا أذكر في صغري أن نازحين أتوا من منطقة كردستان وتعايشوا في المنطقة، وعندما سمحت الأمور بعودتهم كثير منهم اختاروا البقاء نتيجة الاندماج في المجتمع والإلفة. المجتمع العراقي أكثر من أكثر المجتمعات إلفة وقدرة على التعامل والتماسك والتداخل. وأيضا شفت من المحافظات الجنوبية حصلت أيضا هجرة نتيجة ظروف سياسية فرضت هذه الهجرة، وبعد أن سمحت الأمور بعودتهم أنا شفت كثير منهم سكنوا استوطنوا حديثة ومحافظة الأنبار ولا زالوا لحد الآن هم هناك. التنوع ما كان نقطة ضعف، والإرهاب مو نتيجة للتنوع، بالعكس يا أخوان الإرهاب موضوع مخطط له، والطائفية موضوع مدروس. ومن الخطط أستطيع أن أقول الدولية التي استخدمها أعداء المنطقة وأعداء العراق بثرواته وبتأثيره
المجتمعي على المنطقة العربية وعلى المجتمع الإنساني. شكرا لكم وأرجو أن ما أكون أطال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نشكر الدكتور يحيى واللجنة القائمة على دعوتنا إلى هذا المؤتمر. أنا الدكتور نجم جبريل، ممثل المدرسة الصاعقية عن الشيخ ليث الصاعق، ومشرف على مؤسسة بناء مستقبل العراق في النجف الأشرف. الله يحييك. ونشكر الأخوة على وجودنا لنتعرف على هذه الطوائف والأشكال، كما ننبذ نحن المدرسة الصاعقية الطائفية، ونبقى على مسافة واحدة مع كل الطوائف. ومن الله التوفيق، وأشكركم على الاستماع على ما أريد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بداية أبارك خطوة التي تقدمت بها جماعة الميثاق الوطني العراقي لملمة الفكر المثقفين في مدينة أربيل. الطائفية أخواننا الأعزاء جميعا تعلمون تعني أو تهتم بالجانب الديني والاجتماعي، وليست لها علاقة بأي جانب من جوانب العرق، يعني مسائل قومية. لكن نلاحظ في الآونة الأخيرة وفي العراق الجديد الذي نعيشه حاليا، كما كانت تدعي المعارضة العراقية في قبل 2003، العراق الجديد التي هي العراق الجديد تحول إلى مأساة وويلات وأزمات. انطلقت من الطائفية الدينية إلى الجوانب العرقية القوميات، يعني بين القومية الواحدة نلاحظ هناك خلافات طائفية وهم من نفس الطائفة، وحتى في الطائفة الواحدة كما نلاحظ في الوقت الحاضر هذا العراقي اللي يعيشه بعد الانتخابات اللي مضت عليها أكثر من 7 أشهر، الخلافات الموجودة حتى بين الطائفة الواحدة، بين المجموعة الواحدة من هذه الفئة. سبقني أن أذكر أو أعرف نفسي، نور الدين موصول، كاتب وباحث تركماني، أعيش في أربيل أصلاً من كركوك، ولقبي موصول، يعني أجمع إذا أمكن، وخدمت العراق من البصرة إلى أربيل سواء كان الوظيفة المدنية والعسكرية. هنا أدعو طبعاً الطائفية ليست كما ذكر أحد الأخوان حالة من الحالات، وإنما هي سرطان أعتقد أصاب العراق، والاستئصال السرطان يحتاج إلى زمن وإلى علاج قطعي. هنا أدعو طبعاً الطائفية أيضاً في نفس الوقت ليست وليدة اليوم، وإنما جاءت بمخطط أجنبي، مخطط مبرمج، وهذا أدعو بهذه المناسبة أن تقرأوا كتاب محو العراق. طبعا عنوان الكتاب محو العراق، خطة متكاملة لاقتلاع العراق وزرع آخر، ليس بمعنى أنه نشيل العراق وخلي العراق آخر، لا، وإنما تغيير هذا العراق الحالي السابق منذ تأسيسه إلى الوقت الحاضر، وإنما جعلي هذا العراق اللي نعيش فيه. ففيها خطط وأجندات أجنبية دقيقة جدا، أدعوكم يعني قراءة هذا الكتاب. هذا هو غلاف الكتاب أخواننا الأعزاء. وهناك كتب أخرى، التدمير العراق، الحرب الطائفية في العراق، وإلى آخره من الكتب التي تتحدث عن الطائفية. فلهذا إذا ما تحدثنا عن أسباب الطائفية في العراق، وهنا أدعو الأخوة من الميثاق الوطني، إذا كان هناك بيان ختام للندوة أرجو تجريم، موجود توصيات تجريم بشكل يعني ليس بأسلوب ناعم، وإنما بقوة وبالألفاظ قاسية في العراق الجديد اللي كنا ننتظرها. طبعا أنا تحضرني مقالة كتبتها في إحدى الصحف ونشرت في مواقع الإنترنت، إذا يسمح هذا الحضور، يعني هذا النموذج طبعا يمثل كم من الطيف العراقي أكيد،
إن كان القاطع مع صدق الإصرار، إن كان يفهمون ذلك بوجه الطائفية وغير الطائفية، إن كان يفهمون ذلك، إن كان يفهمون، إن كان يفهمون، إن كانوا على كل تحضرني مقالة كتبتها قبل 2003 طبعاً كما ذكرت كانت المعارضة العراقية كما يذكر الأخوان الموجودين في أربيل أيام كانت جبهة العثمانية العراقية برئاسة السيد صنعان أغا. العراق الجديد اللي كانوا يتمنوها أن لا يرفضون عرقنة بلقنة أو لبننة أو أفغنة العراق، كانت هذه فكرة السائدة بين المعارضة. لكن اللي حدث ما بعد 2003 العراق أصبح بلقنة ولبننة وأفغنة، فهنا ليظلهم ليجرقى حتى يصلحون قدوم. وإضافة إلى ما هذه، مع الأسف في إحدى التصريحات وزير خارجية الصومال مع احتراماتي إليه فتحدث عن أحداث الصومال في فترة ما بعد أحداث المشاكلات، لن يذكر فيه لن نسمح على أرقنة الصومال. لاحظ دخلنا في أي مرحلة من المراحل التي أصبح العراق بها يعاني وما يعاني. المهم أختم كلامي أن استئصال هذا السرطان يحتاج إلى دواء أو اختراع دواء أو آلة لقلع أو استئصال هذا الداء من جسم العراق. وشكرا جزيلا وأكرر وبارك لكم خطوتكم هذه، ونحن معكم جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل الأستاذ عثمان المفتي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر الهيئة القائمة والدكتور يحيى السنبل والحضور الكرام. صراحة يكون كلامي مختصر بنقاط عن الإقليم وعن العراق. لو فصلنا الدين الإسلامي عن الحضور نشوف الشعب الكردستاني هو عنده صفات مذكورة بالقرآن، الوفاء، الإخلاص، العفو، كذا كذا إلى الأخير. الدولة الأموية من دار على أمرائها الزمان التجاوا لكردستان، والدولة العباسية اللي دار عليها الزمان أمير أحد أمرائها راح للقاهرة، قسم منهم جاء لكردستان. لما صارت الانتفاضة أعلنت القيادة الكردية العفو عن 460 مستشار و 120 مفرز أمن خاص. استقر المجتمع العراقي، لكن المجتمع الكردستاني، لكن المجتمع العراقي لم يستقر لأنه لم يصدر عفوا، وإنما سنوا قوانين الانتقام، وهذا كان شيء خطر جدا. الطائفية وليد جديد في مفاهيم المنطقة، ما كان أكو طائفية لا دينية ولا قومية ولا مذهبية. أربيل خاصة وإقليم كردستان عامة لكونها ضاربة الجذور في القدم تستوعب حضارات جدا كبيرة. تشوفون أربيل بها مئات الجامعات والمدارس و 4000 منظمة حقوق منظمات المدنية موجودة فيه، وبعد يستوعب حضارة أربيل تستوعب أكثر من هذا بألف قاط. وهنا لازم احنا نوجه شكر وتحية، ويعني نحني رأسنا إلى عقلية القيادة الكردية متمثلة في البرلمان. ما راح أحدد أسماء، أحدد هياكل إدارية، برلمان، رئاسة الإقليم، رئاسة مجلس الوزراء، الذين مسكوا زمام الأمور بقوة، وصارت كردستان واحة آمنة لكل الأطياف من تل عفار إلى البصرة. وهذا راح يسجل التاريخ بحروف من ذهب، ونحن أهل لها. الطائفية راح تزول، واللي يتاجرون بها راح يكونون مذنبين أمام الله وأمام التاريخ، يعني يسفكون دماء. مهما كنت قوي أكو أقوى منك، تذبح 10 من هذا يجي يوم للمظلوم يذبح 15 منك، هذا خطأ. نظرية 7 في 7 تعرفوها شنو؟ خطأ. البناء هو الصحيح، التسامح هو الصحيح. آخر كلامي ما أريد أطول بالكلام كثير. القرآن هو أعظم كلام وأعظم حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يريد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن.
في إحدى الآيات سبحانه وتعالى يقول اللي ما يعبدون رب العالمين فإن الله سيأتي بقوم مو يعبدونه ولا يصلون له يحبهم ويحبونه. الحب هو العنصر الوحيد علاقة بين العبد وخالق. وآخر كلامي بيت شعر لفيلسوف التصوف ابن عربي يقول أدين بدين الحب بأنها توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. شكرا. الطائفية راح تزول وكردستان وقيادتها واحنا ندعمها بهذه العقلية الكبيرة واحة خضراء ونتمنى الحالة الخضراء بالإقليم ينتقل للعراق مو المنطقة الخضراء الحالة الخضراء مع احتراماتي للجميع. حياكم الله. الطائفية كما تعلمون أيها الأخوة والجميع يعلم بأنه منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 لن نسمع بالطائفية إلا بعد 2003 عندما جاء الإسلام ما يسمى بالإسلام السياسي والذي هو حرض على الطائفية. أما الطائفية لم تنتهي في العراق ما دام هناك ضعف قانون، لأن هناك يجب التلاحم ما بين الوعي المجتمعي وما بين قوة القانون وردع القانون حتى تكون هناك نهاية للطائفية. وعندما تكون الدولة ذات استقلالية ولم تتدخل فيها شؤون دول أخرى في شؤونها، والقرار أو الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت طائلة القانون العراقي، هناك يتم القضاء على الطائفية. وما دام هناك تجمهر طائفي في الداخل من المحسوبين على دول الجوار وهناك دعم من الخارج لن تنتهي الطائفية في العراق ولن يستقر العراق، وبهذا الشكل سيبقى حتى الإرهاب متفاعلا، كما ندعو أبناء شعبنا العراقي وأبناء عشائرنا الكريمة وشيوخها الكريمة ومثقفيها ومفكريها إلى الوقوف ضد الطائفية والوقوف ضد من يحاول التدخل في الشؤون العراقية أو من يحاول السيطرة على الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية بالعراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحدثكم المحامي والحقوقي كاظم خضير الجحيشي. أهلي وأحبتي العراقيين، بدءاً أشكر اللجنة المشرفة على هذا التجمع المبارك. حقيقة حسب ما تحددنا بالوقت وعلى ضوء هذا الوقت راح أحكي كلام مهم جداً، وليس مع جل احترامي للذين سبقوني، إحنا مو هنا حتى نلقي شعر أو مع احتراماتها مو انتقاد، ولكن دا أحكي عن نفسي يعني. أولاً إخواني الأعزاء، أهلنا العراقيين، النسيج العراقي تمزق بسبب الطائفية، والطائفية جتنا بعد 2003 جتنا عن طريق دول بعينها بأدوات بعينها. احنا هنا شنو الحل؟ انا كرجل قانون، هي نقطتين فقط. الطائفية بالعراق تكرست، وبصفتي محامي ومستشار اقولها حتى تفتهموها ويفتهموها اهلنا العراقيين، تكرست بيش؟ الطائفية السياسية، الوزير الفلاني من هذا المكون والمدير العام من هذا المكون، وهذا ما يصير براسنا خير اذا مت اللي غاي. هاي واحد. اثنين، الطائفية الدينية تكرست أنا شحيشي من عشيرتي من هذا المكون ومن عشيرتي من هذا المكون، هذا هيك وهذا هيك، وتقاتلوا أبناء العمومة. إذن هاي الحالة نخلص منها. الحالة الأخرى، إحنا بحاجة إلى أن تبهوا إخواني وأهلي العراقيين، ودائما أقولها عندي 6 لقاءات على هذا الموضوع، إحنا بحاجة إلى العفو العام الشامل، ونبدي صفحة جديدة مثل ما سواها وبداها بال2003 كاكا مسعود، عفى الله عما سلف ولكن عدا الملطخة أيديهم بدماء العراقيين. هاي الحالة. الحالة الأخرى إخواني الأعزاء بخصوص القانون، أحد الإخوان سألني يقول لي إحنا ليش ما نطالب بتجريم الطائفية؟ ما هي موجودة مادة قانونية، ولكن إحنا منو منتبه عليها ومنو مفعلها من القانونيين أو من الدولة؟ المادة 195
يعاقب بالسجن المؤبد. شوفوا ايش قد العقوبة مال التحريض الطائفية، يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو يحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض الآخر. زين، هاي مادة قانونية وعقوبتها السجن المؤبد. احنا ايش قد اليوم نشوف بوسائل التواصل الاجتماعي يطلع هذا الشيخ الفلاني يحكي على هذا الطائفة أو تلك. هاي واحد. عندنا الدستور، الدستور موجودة المادة 14، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون. هاي إذن بالقانون، قانون عقوبات العراقي والدستور. إذن إحنا نتكلم قانون ودستور، إضافة إلى تصرف الحكومات. وشكرا جزيلا لكم، وأتمنى من الحكومات كلها ومن كل السياسيين أن توصلهم رسالتي، وشكرا جزيلا. شكرا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخوة الدكتور يحيى والأخ أبو أحمد بتنظيم هذا المؤتمر المهم. الحقيقة أنا أريد أركز على موضوع مهم جدا بخصوص الإعلام الموجه. يعني اليوم إحنا عندنا إعلام موجه طائفي مقيت، يعني خاصة أنه هناك 90 قناة الآن تشتغل بالعراق. هاي القنوات اليوم مهمتها هو إفكاء الطائفية وتدمير العراق من هذه الناحية. الناحية الأخرى هو ناحية الأمن القومي العراقي. يعني اليوم إحنا كل التمن نطلع بكل الفضائيات، كل واحد يتحدث عن طائفته، وكل واحد يتحدث عن مجتمع، وكل واحد يتحدث عن مذهبه. المشكلة يعني أنه الوطنية العربية أو الهوية الوطنية العربية مهددة بهذا الاتجاه من ناحية الأمن القومي. يعني اليوم أنه إحنا عندنا الاقتصاد بانهيارات كبيرة، عندنا كذلك بطالة مقنعة كبيرة. اليوم مجتمع جاهل، وأنتم تعرفون الطائفية تذكى وتتطور في المجتمع الجاهل. إحنا اليوم عندنا أكثر من 8 ملايين أمي. هاي 8 ملايين أمي يمكن أنه إحنا نجرع الطائفية بأبسط ما يمكن. نعم هنالك مجتمعات تريد التحضر، تريد أن تكون هنالك علاقات متبادلة، ولكن هنالك من يمنع ذلك. يعني الآن إحنا نحكي على بعض القنوات، وأنا يعني أقول يعني القنوات ليس فقط الداخلية، أيضا عندنا قنوات خارجية، يعني قنوات تخضع لإيران، وقنوات تخضع للسعودية، وقنوات تخضع لتركيا. هاي كل القنوات اليوم عاملة لأجل مصالحها القومية. يعني أبو السعودية يشتغل تحت القومية، أبو إيران يشتغل تحت القومية، أبو تركيا يشتغل تحت القومية. إحنا ليش ما نحن نشتغل مصلحتنا؟ نعم أكو مواضيع مهمة جدا من ضمنها الطائفية، بس أكو عندنا مواضيع متجذرة كثيرة علينا أن نتصالح مع أنفسنا قبل أن نكون نخضع إلى تغييرات دولية وتغييرات تقليمية. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور فؤاد النايف، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لهذا الحضور المبارك. حقيقة مثل هذا الحضور يسر كل مخلص لهذا البلد. حضور مميز يكاد يكون نادر فيما سبق. وهذا الحضور حقيقة جاء في وقته المناسب. العراق تاريخه لا يخفى على أحد، ولكن المشروع الذي جاء به المحتل هو الذي مزق الوحدة العراقية ومزق اللحمة العراقية، وهذا يدل دلالة واضحة على دستور الذي وضعه. اليوم من رفض الطائفية جنوب العراق، وهذا شيء لابد أن يذكر ويثنى عليه، وهذا الجنوب الأصيل بتاريخه وحضارته لابد أن يكون ذكره في كل مؤتمر وفي كل محضر، ولا ينتهي الطائفية إلا أن تنتهي في جنوب العراق. واليوم قد انتهت، وما ثورة تشرين
إلا ثورة مباركة تحتاج إلى الدعم من كل الشعب العراقي حقيقة، الذي خذل هذا الوعي التشريني، وعي الشباب، هو من له مصلحة في الطائفية. واليوم في كردستان في شمال العراق تلتقي وجوه الطيبة، الشخصيات المباركة من كبار القوم، من عيلة القوم ومثقفيهم. وأنا على ثقة لو هذا الجمع المبارك حكم العراق يكفي بأن يكون العراق من خيرة الدول. فاليوم لابد أن نكون هناك مشروع، لأن مشروع الطائفية مشروع، ولا يصد المشروع إلا مشروع. فعلى منظمي المؤتمر وعلى منظمي الميثاق أن يكون هنالك حلقات مستمرة وهنالك أعمال فعلية على أرض الواقع لتنفيذ هذا الميثاق وإزالة هذه الطائفية ولم اللحمة العراقية. وتحياتي لكم جميعا مرة ثانية، شكرا جزيلا. شكرا دكتور. تفضل استاذ صباح احمد. شكرا على هذه الدعوة، وشكرا على اختيار العنوان المناسب فعلا في هذا التوقيت المناسب. يؤسفني ان اقول انا من المكون المسيحي من المكونات العربية، يؤسفني جدا. شرف. أشكرك، لأنه وصلتنا الطائفية إلى كل واحد يذكر من يا مكون، وهذا أحد المخرجات الطائفية التي نشوفها اليوم بالقاعة، كل من يقول أنا من يا طائفة أو يدعي بطائفته. مع الأسف نسينا العراقية، مع الأسف ثقافة الطائفية ثقافة مستوردة ودمرت كل 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 أصول و روابط الشعب العراقي، التي أدت إلى مع الأسف مع كل الأسف إلى تدمير المجتمع العراقي، ما لم تستطع الحروب والأمراض والحصارات أن تدمرها وتحققها. وترسخت الطائفية في كل مرافق الدولة وفي كل مرافق المجتمع المدني، سواء كانت أو حتى مرافق الحكومية. إخوان، ليس أمامنا سوى حل واحد فقط، تبني مبدأ المصالحة، المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، بدلاً من الانتقام، ويمشي باتجاه معاكس للطائفية، والعمل على مبدأ الوطن والمواطنة لكي يكون الجميع متساوين في الحقوق والواجبات. وشكراً جزيلاً. اختتمت بفضل الله تعالى أعمال ندوة الميثاق الوطني العراقي تحت عنوان الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي، والتي عقدت هذا اليوم الأحد الموافق 29/5/2022 في مدينة أربيل الحبيبة. وقد بينت الدعوة أن المجتمع العراقي يتكون من مكونات أصيلة لم تكن يوماً من الأيام سبباً لظهور الإرهاب والطائفية والعنصرية، وإنما شكلت فسيفساء جميلة كانت وستكون وستبقى مصدر قوة للعراق، وهي مصدر فخر واعتزاز، لأنها صمدت أمام كل التحديات وأفشلت جميع المشاريع التي سعت لنشوب الحرب الأهلية في العراق. لذلك فإن المجتمعين في ندوة الميثاق الوطني العراقي يؤكدون على ضرورة التنبه لمخاطر الطائفية والعمل على إنهائها لتحقيق السلم الأهلي والتعايش السلمي والوئام الاجتماعي. وخلصت الندوة إلى التأكيد على النقاط المهمة الآتية: أولاً، إن الطائفية لا تقيم وزناً للوطن والمواطنة، وتنتج عنها آثاراً سلبية خطيرة، من أهمها انقسام وتشرذم المجتمع إلى جماعات متخاصمة، وتفكك عرى المجتمع، وتمزق نسيجه الاجتماعي، وتداعي أركانه البنيوية الأساسية.
ثانياً، عجز المجتمع نتيجة للطائفية عن تحقيق أبسط أهدافه وضعفه في أداء مهامه لأفراده وجماعاته ومجتمعاته المحلية. ثالثاً، ظهور المشكلات الاجتماعية المختلفة في المجتمع هو نتيجة لاستفحال النعرات الطائفية والمذهبية فيه، ومن هذه المشكلات الفقر والمرض والجهل وغياب الأمن الاجتماعي وتصدع كيان المجتمع وانهيار بنائه الاجتماعي. رابعاً، حدوث الفوضى الاجتماعية وغياب الأمن القومي الذي يصدع كيان المجتمع ويؤدي إلى انهيار بنائه الاجتماعي ومقوماته الثقافية الأساسية. خامساً، الطائفية تجمد حركة الفرد والمجتمع وتجعله غير قادر على بلوغ أهدافه القريبة والبعيدة. سادساً، الطائفية غالباً ما تعرض المجتمع إلى الضعف والاستكانة والتراجع وانكسار المعنويات وتحطم القيم وتحول المواقف من إيجابية إلى هامشية أو سلبية. وأوصى المجتمعون في الندوة على الأمور المهمة الآتية: أولاً، رفض جميع الخطابات والتهديدات الطائفية بحق مكونات الشعب العراقي وإرهابه بالسلاح، وندعو إلى محاسبتهم، فإن بقائهم وإفلاتهم من القانون سيكون خطراً كبيراً على السلم الأهلي. ثانياً، وقف عمليات الاعتقال والتغييب القسري وإنهاء حالات تعذيب المعتقلين والمعتقلات الأبرياء في السجون الحكومية، وإنهاء انتزاع الاعترافات منهم قسراً، وإعطاء المعتقلين حقوقهم الإنسانية داخل المعتقلات التي يعانون فيها من الجوع والأمراض ويخضعون للمساومات الرخيصة. ثالثاً، رفض الإرهاب بكل أشكاله وألوانه وتوجهاته، والوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول العبث بحياة العراقيين ومصالحهم ومقدراتهم. رابعاً، مكافحة آفة المخدرات التي تستهدف الشباب العراقي، وهي جريمة كبرى تدعمها دول خارجية وغايتها إلهاء الشعب العراقي عن واقعه المأساوي الذي تسببت به العملية السياسية ودفعه نحو الجريمة المنظمة لتخريب الأمن وتهديد حياة الناس. خامساً، ضرورة إبعاد الملف السياسي ومساوماته عن قضية النازحين، فهم ليسوا أداة للمساومة، فهم قضية عراقية إنسانية، والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد انسحاب الميليشيات منها وتسليمها لأهلها وتعويضهم وإعمار مدنهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح التي تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة، فضلاً عن نشوء جيل من أبنائهم من دون تعليم. لذلك لا بد من خارطة شاملة لتعزيز الوحدة الاجتماعية بين أبناء الشعب العراقي. سادساً، توفير السبل المناسبة لعودة المهجرين العراقيين إلى وطنهم وتمكينهم من حقهم الشرعي في الحصول على المستمسكات العراقية من الهويات الشخصية وجوازات السفر، ورفع الإجراءات التعسفية بحقهم وحق عوائلهم، لأنها انتهاك صريح لحقوقهم وتعسف سياسي خطير يفضي إلى الكراهية والخلاف. متمنين للجميع التوفيق والنجاح في خدمة العراق وشعبه المبارك، ودمتم جميعاً بكل خير.